أهلا بكم من جديد. اعتذر الرئيس العراقي برهم صالح عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة قبل وضع استقالته على طاولة البرلمان، والذي قال إن الرد سيكون خلال يومين. هذا وتشهد البصرة والمحافظات الجنوبية تظاهرات حاشدة وإضرابات بسبب عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين باختيار شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة. المزيد في هذا التقرير. يتأزم المشهد السياسي في العراق أكثر من ذي قبل. استقالة تصل إلى البرلمان العراقي موقعة باسم الرئيس برهم صالح. لا مكان للرئاسة ما دامت الكتل البرلمانية غير متفقة على شخصية يقبل بها الشارع العراقي. استقالة صالح تلتها مغادرته العاصمة العراقية بغداد إلى مسقط رأسه في السليمانية شمال العراق، وهي تبدو رسالة مهمة للكتل والأحزاب السياسية المتخاصمة وغير الآبهة بمطالب المحتجين. الرئيس العراقي برهم صالح كان رفض تسمية أسعد العيداني مرشح كتلة البناء البرلمانية المدعومة من إيران لرئاسة الوزراء. أيده في ذلك القرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي دفع وللمرة الأولى بأسماء مرشحين جدد لشغل منصب رئيس الوزراء، من بينهم رئيس جهاز المخابرات العراقية. فالعيداني ووفق مراقبين هو تكرار لسيناريو اللبناني في العراق، حين دفع حزب الله وأحزاب موالية لطهران بحسان دياب لرئاسة الوزراء، بيد أن الأمر يراه آخرون مختلفاً كلياً في بغداد. ما أعتقد حكومة قادمة. فشل البرلمان العراقي في تسمية رئيس للوزراء، يتوافق مع الحراك العراقي الذي يبدو أنه مصر على رفض أي شخصيات سياسية مرتبطة بسفارات أو دول بعينها. تقديم مرشح لرئاسة الوزراء من الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان يبدو أنه حل صعب التحقيق. أما إصرار الكتل البرلمانية والأحزاب المدعومة من إيران على تقديم مرشحين جدد يعرفهم الشارع العراقي جيدا، ولعل تقدم العيداني استفز الحراك في العراق الذي عاد مرة أخرى للتظاهر ورفض مرشحين تدعمهم إيران. منذ العام 2003 لم تتغير منظومة الحكم في العراق، على الرغم من الانتقال من حكم الفرد إلى الحكم وفق النظم الديمقراطية، لكن لا شيء تغير في المسار السياسي. هيمنة أحزاب بعينها سيطرت على القرار العراقي وحكومته. إذن استقالة لرئيس العراق ورفض لمرشحي إيران، فكيف سيكون المشهد أمام فراغ جديد في مقعد الرئاسة؟ ثم كيف ستتصرف إيران أمام المآزق المتتالية في المشهد العراقي؟ أيضا لمناقشة هذا الموضوع انضم إلي في الاستوديو الدكتور جاسم الشمري، الباحث والمحلل السياسي، ومعنا من بغداد الأكاديمي والباحث العراقي عبد الأمير طارق. أرحب بكما وأبدأ معك دكتور شمري. هو ثالث مرشح إذن يرفضه الشارع، هل تصل العراق اليوم إلى حالة من الانسداد السياسي؟ ست نور، تحية لك ولمتابعي تلفزيون سوريا وللأخ عبد الأمير. أنا أعتقد أن رحلة البحث عن رئيس وزراء ربما ستقود العراق إلى مرحلة غير طبيعية، ذلك لأننا نرى قوى سياسية متمسكة بشخوص غير مرغوب بهم، وبالتالي لماذا هذا الإصرار على سين وصاد من الشخصيات غير مرغوبة من قبل الجماهير؟ ألا يوجد في العراق كفاءات يمكن أن يقدموا إلى هذا المنصب المهم؟ ثم لماذا يفترض أن يكون هؤلاء من المكون الفلاني؟ يعني معلوم كما تعلمين جنابك أنهم يعني لعبوا بالدستور العراقي، رئيس وزراء يجب أن يكون من الشيعة، رئيس برلمان يجب أن يكون من السنة، رئيس الجمهورية يجب أن يكون من الكرد. من أين أتوا بهذه الفرية على الدستور؟ لا ندري. وبالتالي هم يعني ضربوا الدولة العراقية، وما يجري اليوم هو جزء من هذه الضربات المتوالية للدولة العراقية وعليه. يعني تعتقد أن هذا الأسلوب في التوزيع بين المكونات يرفضه الشارع الآن، وإن كان قد جرى عرفا يعني أو جرى عن طريق التوافق، يعني هي الآن ثورة أو انتفاضة حتى على النمط الذي يشكل يعني شخوص السلطة اليوم؟ هي ثورة من أجل العراق، يعني هذه الثورة لأول مرة يمكن أن نقول أننا أمام ثورة عراقية يعني جاءت من أجل العراق ككل. يعني
أجهضت كل الشعارات والخطابات والأمور الطائفية التي كانت قد تسيدت في العراق في المرحلة الماضية، وبالتالي هذه البشائر وهذا الوعي الشعبي هو الذي يجعل الشعب العراقي متفائل بالمستقبل القريب. وعليه أتصور أن المشكلة الكبرى هي في الكتل الحاكمة أو التي تحاول أن تقدم شخصيات من جديد، وكأن الجماهير العراقية لم تخرج ضدها، وهذا نوع من يعني التغليس على الحالة القائمة في البلاد، وكأنهم يقولوا أن هؤلاء المتظاهرين خرجوا على حالة أخرى وليس ضدنا، وهذا الأمر حقيقة لا يليق بأي سياسي يحترم نفسه يفترض به أن ينسحب من المنصب، وهؤلاء لا يمكن أن ينسحبوا بسهولة لأنهم أمام خيارين، إما تدمير العراق أو البقاء في هذه المناصب. سيد طارق، أي تغيير يمكن أن يطرأ على الكتل السياسية الآن ويكون مخرجا يعني لما تمر به البلاد؟ شكرا لك ولكل مشاهديكم وللأخ الدكتور العزيز جاسم. حقيقة ما يحصل اليوم في العراق ثورة عارمة بكل معاني الثورة، ثورة شبابية تريد الإطاحة بالنظام السياسي الذي جاء به الاحتلال، ومخلفات الاحتلال هم سياسي الصدفة الذين يحكمون العراق. لا يزال الأخوان لا يفهمون حقيقة الثورة أو ثورة الشباب الموجودة وماذا تريد هذه الثورة. لا يزال يبحثون عن مغانم ولا يزال يبحثون عن توافقات، وكأن العراق لم يدفع دماء زكية زاد عدد الشهداء عن 1000 شهيد والجرحى تجاوز 30,000 والمعوقين تجاوز 5,000، والأخوان لا يزالون يبحثون عن مرشحين فاسدين تعمقوا بالفساد وعليهم ملفات للنزاهة. الأخ رئيس الجمهورية عليه ضغوطات من الدول الإقليمية ونحددها بالذات إيران، وعليه ضغوطات من أمريكا وعليه ضغوطات من الداخل ولم يستجيب. أنا أعتقد اليوم هو لم يقدم استقالته وإنما قدم استعدادا للاستقالة، لأنه وفق الدستور اللي هم أعدوا وفق المادة 75 إذا قدم استقالته فما حاجة، لا توجد حاجة لموافقة البرلمان، وإنما يعتبر مستقيل بعد 7 أيام. هو اليوم رفض كل المرشحين لأنه الشارع العراقي يرفضهم. أنا أعرف هذه الكتل التي متمسكة، وخلي نسميها بمسمياتها، اليوم الثورة ثورة عراق. نعم شباب من مناطق الجنوب والوسط وكل مناطق العراق، ولكنها ثورة بروح عراقية صرفة، يعني بعيدين عن كل المحاصصة، هم يريدون ينهون هذه المحاصصة والتوافقات. الأخوان لا يزالون يصرون ويدفعون الرشاوي من أجل أن يأتي فلان رئيسا لمجلس الوزراء والآخر يأتي لفلان، ولا يزال يتقاسمون هذا يريد الوزارة الفلانية، وكأن هذه الدماء التي تسيل يوميا بالمجان وبدون مبرر لا قيمة لها. لحد الآن لم ينتبهوا إلى ماذا يريد الشباب، ماذا يريد الشعب العراقي. اليوم العراق أصبح الشعب هو مصدر القوة. كان في السابق عندنا قوة تتحكم في مصير العراق، هي أمريكا وإيران والمرجعية في النجف. اليوم جاءهم لاعب رابع أساسي وأقوى من كل هذه المسميات الثلاثة، اللي هو الشباب والشعب العراقي اللي يريد أن يعيد كرامة العراق واستقلال العراق. طيب، إذا أنتم فعلا تقولون هل يمكن أن تنتهي الأمور دكتور بالفعل بإمكانية التفلت من هذه السيطرة الإيرانية والأجنبية بشكل عام؟ يعني هل هذا المنحى واقعي اليوم بالنسبة للعراق؟ أنا أتصور أنه مع بقاء هذه الكتل الحاكمة هذا الأمر غير ممكن، بالذات بالنسبة لإيران لا يمكن التفلت من العباءة الإيرانية بسهولة من قبل غالبية القوى الحاكمة في العراق اليوم، هذا إن بقيت الأمور. أما إن نجحت الثورة وهذا الاحتمال قائم بقوة، يعني ربما بنسبة 60% نأمل أن تنجح هذه المظاهرات في تغيير حالة قائمة في العراق، الحالة السلبية، أعتقد أنه حينها يمكن للحكومة القادمة
ألا تكون تحت عباءة خارجية، وعليه نحن نأمل أن تكون هنالك حكومة عراقية وطنية يعني تهتم فقط بشأن عراقي ولديها علاقات طيبة مع جميع دول العالم بما فيها إيران إن لم تتدخل في الشأن العراقي. هل هناك طروحات من قبل الشارع أو بدائل لنقل يقدمها الشارع اليوم من أجل تصدر المشهد؟ يعني عندما يجري الرفض أو الاحتجاج على مجموعة من المرشحين، هل يملك الشارع بدائله لكي يقدمها؟ يعني الشارع لم يعطي رأيه بكلمة دقيقة مثل أن يقول سين أو صاد هو مرشح الشارع، يقال أنه فلان وفلان هم من المرشحين للساحات، وهذا الأمر غير دقيق. حتى الآن المشكلة يعني الحكومة، ليس هناك من إمكانية للضغط داخل البرلمان من بعض مكونات البرلمان التي يمكن أن تكون أقرب ربما في فكرها إلى الاحتجاجات؟ تمام، يعني لنقرب الصورة، هو من الذي يسيطر على البرلمان؟ الذي يسيطر على البرلمان العراقي أكثر من 50% هم من زعماء الميليشيات الحاكمة في العراق. لا يغرك أنهم دخلوا بملابس مدنية، لكنهم في الأصل دخلوا عبر عباءة أو كتلة الحشد الشعبي. اليوم هم يسيطرون على أكثر من نصف البرلمان العراقي، والبقية الباقية، لا أقول جميعهم وإنما الغالبية، لا يريدون أن تتغير الحالة قائمة في العراق، لأن كثير منهم متهمون بالقتل والفساد، وبالتالي إن جاءت حكومة وطنية يمكن أن يقدموا هؤلاء إلى محاكم، وعليه هم يرون أن المستقبل بالنسبة لهم مجهول في كل أحوال، وعليه هم متشبثون ومتمسكون بالحالة القائمة، وبالتالي نراهم يعني كأن الأمور غير جارية في العراق، وكأن ما يجري من مظاهرات هو في دولة أخرى، وكأنهم يعني كما قالت النائب آلاء الطالباني، يعني تخيلي وصلوا إلى درجة تهديد رئيس الجمهورية بطائرات مسيرة وغيرها، وبالتالي أي دولة هذه التي تحاول كتل برلمانية كبرى أن تهدد رئيس الجمهورية؟ نحن أمام حالة اللا دولة في العراق. يعني هم أثبتوا للعالم أنه العملية السياسية منذ عام 2003 أو لنقل منذ عام 2004 وحتى اليوم قادت إلى تهميش شكل الدولة في العراق، وبالتالي هم يعترفون عبر هذه الأساليب غير الدستورية وغير قانونية وربما غير أخلاقية بأنهم فشلوا في بناء الدولة. سيد طارق، على ماذا تعول إيران لتعرقل يعني في عرقلتها للتغيير الحقيقي في العراق؟ لا زالت تعرقل على أن أسلوب العنف هذا قادر على إيقاف دورة التاريخ في بلد ما، يعني وهي قد فشلت بذلك في مناطق أخرى كما جرى في سوريا؟ أنا أشكرك، هذا السؤال كلش مهم، وأشكر الأخ جاسم على الرأي اللي نطاه. حقيقة اليوم الذي يتحكم أصبح في العراق هو الطرف الثالث، اللي الحكومة تقول ما نعرف الطرف الثالث، وإحنا نقول له الطرف الثالث هي إيران وميليشياتها. اليوم إيران وميليشياتها هي التي تصر على فلان وفلان أن يأتي إلى رئاسة مجلس الوزراء لتحقيق مصالح إيران وليس مصالح العراق. هي اليوم الكارثة، السياسيين المتمسكين بالمرشح الفلاني لتمشية إرادة إيران. اليوم الشارع لا يريد هذه الحقيقة. إذا كنا نسمع من الشارع العراقي من 90 إلى 2003 عندما كان يخرج في زيارات وينادي ماكو ولي إلا علي ونريد قائد جعفري، اليوم الشارع الجنوبي من الوسط العراق إلى جنوبه يهتف ماكو ولي إلا علي وما نريد قائد جعفري. اليوم مو فقط تنكروا من مسؤوليتهم أو تنصلوا، الأخ رئيس الجمهورية أنا أعتقد هذا تنصل، يعني رغم أنه موقفه ما استجاب لهذه الكتل، ولكن أن يبتعد عن الساحة وأن يتركها دستوريا إلى الحلبوصي اللي هو لا يستطيع أن يدير البرلمان لأن يدير رئاسة جمهورية وبرلمان، يعني هذه هي واحدة من الكوارث. اليوم نسمع أيضا مصادر أنه المرجعية اللي تحكمت في مصير العراق وقرارات العراق ومن يأتي رئيس لمجلس الوزراء وتتحكم في الوزراء وتقول عالجوا الإصلاح، وكل السياسيين بعد أي خطبة جمعة لا تحدثون إلا مثل ما قالت المرجعية ومثل طيب المرجعية قالت لكم المجرب لا يجرب، وقالت لكم كل سياسي استلم مسؤولية ما يرجع يستلم مسؤولية، ومزدوجي الجنسية لا يستلمون أي مسؤولية. كيف ترشح
يطرحون من هذا النوع. اليوم أيضا حتى المرجعية من مصادر تقول أن خطبة الجمعة اليوم وغد إن شاء الله لن تكون فيها جانب سياسي. طيب اليوم العراق بمأزق، مطلوب من المرجعية أن تنطي رأي تنقذ العراق وتنقذ الشباب من الدماء التي تسيل البارحة في كربلاء، دماء سالت بناس خارجين عن القانون وبقامات وبأشكال مختلف. أشكرك شكرا جزيلا الأكاديمي والباحث العراقي من بغداد عبد الأمير طارق، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية. أشكر أيضا موصول الدكتور جاسم الشمري الباحث والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو. وصلنا إلى نهاية سوريا اليوم، المزيد من التفاصيل على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.